ما هو الجمال؟ متى يصبح الإنسان جميلاً؟ لون البشرة، لون العينين، الحواجب، شكل الأنف والجسد؟ ما هي أدوات التجميل التي يجب أن يقتنيها الشخص؟ نوع العطور، المجوهرات والأزياء؟ العديد من المعايير والتصنيفات التي تفرضها المجتمعات وعدد من العوامل الأخرى، مثل تأثير بعض المشاهير على معايير الجمال منذ الماضي وحتى الآن، بجانب الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والفلاتر المستخدمة والتعديلات. بتشوفي أنه مثلاً السوشيال ميديا تلعب دور في معايير الجمال؟ يعني مثلاً صور إنستغرام اللي نشوفها المشاهير ممثلات؟ للأسف أيوة، ما يحطونها بشكل مباشر. أكيد الفاشينيستات، سناب شات، فلترز، كل هذه الأشياء بتأثر على البنات وحتى أحياناً النساء الكبار في السن. في ناس يتأثرون لو كان عندهم علاقة عاطفية مع هذا الشخص، يحبونه، يحبون شكله مرة، فممكن أن يصيرون يقلدونه بأي شكل من الأشكال. تذكر فترة انتشرت الغمازات مثلاً اللي يسووها بعملية تجميلية الأنف، طبعاً كثير من البنات. في إنسانة راحت عند طبيب تجميل وقالت له اسمع شوف هذا شكله بالفلتر، سوي لي نفسه. نفخ الشفايف للأسف، وإحنا أصلاً الشعب شفايفه أصلاً منفوخة. كل الناس سووا فيلر، ليش أنا ما سوي شفايفك حلوين؟ طيب ما يحتاج. لا إلا كلهم سووا، يعني فعلاً فقدوا جمالهم الطبيعي. المبالغة فيه خلتهم يشبههم بعض الدرجة مخيفة يعني. بس عموماً هذا أيوة ضغط المجتمع بالنهاية. حكم عقلك أنت، هل أنت مقتنعة بهذا الشيء أو لا؟ تحدثنا الأخصائية ندى الأطرش عن دور هذه المعايير في التأثير على الجانب النفسي والاجتماعي لدى بعض الأشخاص، مثل اضطراب صورة الجسد وصورة الذات لدى النساء وكذلك الرجال. إيش ممكن تصنع فينا هذه الصورة؟ ممكن هذه الصورة تودينا للإحباط، الإحباط، وممكن تخلينا ننعزل، وممكن تخلينا نشعر بالخجل الاجتماعي. ليه؟ لأني أنا رفضت صورتي، أنا ما صرت أحب نفسي، أنا هذه الصورة ما أبغاها، فكيف أقابل الناس فيها؟ صار كل همنا أنه كيف نصنع صورة تشبه هذه الصورة المزيفة اللي مصنوعة في السوشيال ميديا. حيصير أدي إلى خلافات زوجية. ليه؟ لأنه أنا زوجي غير راضي عن صورتي، ودائما بيعمل لي مقارنات، ودائما بيطالبني أني أكون أشبه هذه الصورة، أو أنا نفسي بطالب نفسي أني أكون، فحرهق هذا الزوج أنا بروح الدكتور الفلاني، حتنازل عن كثير من واجباتي عشان أشبه الصورة. بالرغم من الهوس، التسابق والمقارنات المستمرة التي قد يقع بها البعض، إلا أن الجمال يكمن في الاختلاف، في التنوع والفروقات والتفاصيل الصغيرة التي تميز كل شخص عن الآخر. وعد عارف، MBC الرياض.